واحد بيقول ربنا أعطانا حرية الإرادة، وبالتالي أي شيء يحدث لنا نكون نحن سببه. وساعات أسمع أن أي شيء يحدث الإنسان يكون بمشيئة الله، فكيف أعرف أن الأحداث التي تحدث لي هل أنا سببها أم الله؟ لا، هو سؤالك عايز تفصيل أكثر من كده. هو ربنا ادانا حرية إرادة، لكن ما فيش شك في أشياء بتحدث لنا بغير إرادتنا، ولذلك نحن في الصلاة بنطلب مغفرة الخطايا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، أو الخطايا الواقعة علينا من آخرين، أو الخطايا التي يكون فيها الإنسان ليس كامل الإرادة. أما كلمة كل شيء يحدث لنا يكون بمشيئة الله فهذا تعبير خاطئ. هقول لك خاطئ ليه. هو ممكن انك انت تقول ما يحدث لنا يكون بالسماح من الله. السماح من الله غير مشيئة الله. فالله بيسمح مثلا ان القاتل يقتل وان الظالم يظلم، ويكون هذا ضد مشيئته، اسمها السماح من الله، ويعاقب هؤلاء فيما بعد. لكن مشيئة الله كلها خير، مشيئة الله كلها خير. فما نقدرش نقول ان شر يحدث لنا او يحدث منا، يحدث منا او يحدث لنا يكون بمشيئة الله. مشيئة الله ما فيهاش شر ابدا، انما بالسماح، بالسماح من الله. يا ربنا بيسمح ان انسان يتعرض لمتاعب سواء من البشر او من الشياطين، كما حدث مع ايوب. يقول سماح من الله مش مشيئة الله، لكن اللي تكون من مشيئة الله لابد ان تكون خيرا صرفا. فأنت عليك أنك أنت تميز إيه الأشياء التي من الله وهي خير كلها، والأشياء التي بالسماح من الله، والأشياء التي بإرادتك الخاصة.